أجرى رئيس الوزراء دكتور حازم الببلاوي اتصالا هاتفيا بقداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية لتقديم التعازي في ضحايا حادث مزلقان دهشور. سيد رئيس الوزراء من ناحية أخرى اتصل منذ قليل بقداسة البابا توادروس الثاني وبلغ قداسته تعازيه في ضحايا حادث مزلقان دهشور، وكلف كل من السيد وزير التضامن والسيد محافظ الجيزة بزيارة المصابين في المستشفى وسرعة صرف التعويضات المستحقة لهم، ووجه السيد وزير الإسكان بسرعة بناء كوبري علوي